فأنا ولدت في مدينة الحد، أبوي وأمي الله يرحمهم، وأبوي كان يعني متوسط الدخل أو فقير بالأحرى، كل الناس كانوا في الخمسينيات وغيره أوضاعهم قبل يشاركون في شركات النفط وغيره والترتقي البحرين، كانت الحالة ضعيفة. فتربي طبعا في الحد وفي دواعيس الحد ومع أصدقائنا من الحد، والتربية القديمة اللي أيام على ما يقولون الطيبين كانت يعني فسيحة، وكنا نتعامل مع الكل، مع الجار، مع راعي الدكان، مع راعي الحمار وكرامة، مع الخضار. حياتنا كانت فيها شيء من العملي والتجارب خذناها عن طريق المعاشرة مع بعض. طبعا ودرست في مدرسة الحد الجنوبية في البداية، حتى ما خذوني في الأول، خذوا واحد كبري وأنا ما خذوني، وكنت كل يوم الصبح أروح عند الدريشة مات المدرسة وأسمع المدرس تحكي وتي أمي الله يرحمها حسبي الله عليكم ما خذيت ولدي، خذت اللي عليكم رأى ما خذ لما تتبون أكبر. أول إذا بيأخذون حق المدرسة يشوفون ضروسك أو يقولون لك حط يدك ها طال إذنك اللي مني، وين إذنك يا حبشي؟ إذا طالت إذنك بيأخذونك وطلعوا دروس كبر. المهم يعني قليل على شهادات الميلاد. في الصف الثاني هني بديت أطلع على المسرح لأول مرة، في الصف الثاني ابتدائي في مبكر، لأن كل سنة المدرسة الحيد تسوي حفلة حق أهل البحرين ووجهاء البحرين والمدرسين والمثقفين كل سنويا، فعندهم تمثيلية اسمها محكمة الحيوانات، وكنت أنا كنت دائما أقلد ومارجنو وأنا صغير يعني في الصف الثاني، اللي يقول لي تعال أنت يعني شارك معانا في تمثيلية، قلت حاضر أشارك بس ما أعرف أكتب، صف الثاني العلم وأنا أعرف نكتب، وكنت أنا دور الذئب، فأول دور طلعت على المسرح دور الذئب وشوي وأقلد يعني، حتى ساعتي المدرس يقول لي يعني أستاذكم اليوم تأخر يعني عنده مرشو مريضة وشيء، فيعني ويبي يسكت اللي في الصف شو يسوي، يقول يلا بن ياسين يسموك لبن ياسين قوم قول لهم قصة حق عشان أسكتهم هو يكون يصلح كراسات ويكون يقفل. أقول لهم تبوا القصة اللي تكمل ولا اللي ما تكمل، يعني شلون اللي تكمل والله ما تكمل، القصة اللي تكمل يعني القصة اللي احنا عارفينها اللي قصونا عليها أمهاتنا ويداتنا وغيرها، اللي ما تكمل هاي من الخيال، وهذه النقطة وسعت عندي الخيال مستقبلا. وأنا دايما أقول حق الآباء والأمهات خلوا عيالكم يعبرون عن اللي في ذاتهم، خلهم يتكلمون يقولون، مو كل اللي تفكرون عنهم خلوهم. فأقوم أقول قصة، عاد القصة عاد فيها كل شذبة هالطول وخيال، وهم مستانسين وضحكون وعارف لهم زين. خلصت الحصة، يوم ثاني بعد المدرس ماي اللي يقول قم بني ياسين قول لهم قصة، اللي يقول ايه قول كمل لنا القصة مال تيمس، قلت اي مال تيمس انا نسيتها الذي عندي خريط من الخيال. هني في الصف الخامس الابتدائي الله يرحمه الأستاذ عتيق سعيد، عتيق سعيد اكتب منالوجات، والمنالوجات جدا حلوة وجميلة، هالمنالوجات مدرسية لحن عادي ونطلع على المسرح. فهذه الحفل الكبيرة أقرأ فيه قرآن، كان صوتي حلو في القرآن، وأقول ملالوجات ملالوج ترحيبي ملالوج عادي، وفي التمثيلية هزلية وفي التمثيلية جدلية على يم الجزائر وعلى يم فلسطين وغيره، كانت عندنا حماس وغيره. فهاي من حتى من الملالوجات اللي غنيت الله يذكره بالخير عدي صيص ملالوج دروس، أقول مساء الخيرات والنور يا أخواني، من الدراسة راسي وجعاني، ومن التحفظ مخي تعباني، والصفحة بيضة 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 في الامتحان امتحاني. هذه من الملهجات اللي كنا نغنية، وبترخر بيا رباح وعلوم اللومة على العيل. المهم في هذه الحفلة أنا حصلت أول جائزة لي في حياتي، قالوا تبرع لك الوجيه الكاتب الأديب إبراهيم العريض بقاموس جيب. قاموس جيب أنا شو أسوي في قاموس جيب؟ إحنا من الصف الرابع كانوا يعطونا إنجليزي وأنا حن في الصف الخامس سين، وتبرع لك محمد رفيع المحمود بثوب وتكرم جوتي وبعد شنو وعشرين ربية، عشرين ربية عادي وايد عارف ذاك الوقت. هاي كانت متى؟ كانت سنة 58،
ويوم أعطوني الجوتيت بكرامة والثوب والعشي ربي استنست، أعطوني قاموس الجيب. قلت هو قاموس الجيب سأسوي فيه، حطيته في الرف مع الدفات اللي أحتاج وغيره. عقب احتجت له فتحت الصفحة الأولية لين نحافظ كاتب للأديب إبراهيم العريض، كاتب أخي الطالب النجيب، لقد كنت قبل فترة على مسرح مدرستكم، فعسى أن يأخذ الله بيدك أن تكون على مسرح الحياة. 28 أبريل 1958. وأنا في تخصصت عقب إلى في قسم المعلمين، أنا خريج قسم المعلمين تمام الشهادة الثانوية قسم المعلمين، نروح أول معلمين ثاني معلمين لو ثالث معلمين ربع معلمين ونتخرج مدرسين. بس أنا لأن أحب كرة القدم، وأنا كنت لعب كرة القدم أبغى أزيدك في الشعر بيت، وكنت حكم كرة قدم، وكنت قائد كشاف، يعني الأمور هاي كلها الحمد لله رب العالمين. في قسم المعلمين احنا كل سنة نقرقع عندي أنا فرقة، ما عندي فرقة يعني رسمية، بس هالفريج نبرزنا طبول وأشياء، وليلة 15 هذه ندور في البيوت طبول وغيره نحصل. وعرفوني لأن المنهجات اللي أنا قدنيتها سجلوها في إذاعة البحرين في ذاك الوقت، وكانوا كل عيد يحطونها، صوتي كان ناعم كني فيروز. صرنا مدرسين وصرت أقتدي بعتيق سعيد الله يرحمه، وأسوي أنا بعد منلوجات. وأول مدرسة يعني كنت فيها مدرسة يسمونها القضيبية الجديدة، اللي هي بيت الزياني اللي في القضيبية هنا مدرسة، وكنت أسوي نفس طريقة عتيق سعيد وماسك اللي داع المدرسي. فهذه الموهبة عندك تنمو لك تبي من الشيلها. صارت فرصة أن أنا أقدم حق كمدرس إعارة، كانت وزارة التربية في البحرين تعير الإمارات العربية المتحدة مدرسي، كان دفعتي أنا 150 مدرس. هذه كانت نقلة بالنسبة لي أنا، يعني لأن ليش مع أن الراتب قليل، يعني مو قليل أزيد بشوية، أنا أخذ هني 70 دينار ناق 105 دينار. وعلى فكرة أبو ظبي كانت تستخدم الدينار البحريني في ذاك الوقت، إيه، وذاك الساعة ما صار الاتحاد ذاك الساعة سنة 70، ودبي كانت تستخدم الريال القطري، فيعني هلو. وعقب صار الاتحاد سوى العملة اللي هي درهم الإمارات. عبد الله عباس الله يذكره بخير يعطي طولة العمر إن شاء الله، كان مدير مدرستي في البحرين، لما راح هناك في مدرسة محمد بن القاسم يبي يسوي تمثيل وغيره، من النيب تذكرني وقال لي يتبون عندي في المدرسة محمد بن القاسم، صرت مدرس تربية رياضية وقائد كشاف، وصرت حاكم كرة قدم وكرة سلة وغيرة، وعندنا تعليم الكبار، وعندنا للحين ما انتبهني شيء اسمه إذاعة. بالصدفة الله يرحمك محمد الجناحي، وأصلا بحريني بس جنس الإمارات وعايش في الإمارات، وسمع أن احنا ممثلين جايين مع المدرسين، فيانا هو والله يذكره بخير سعيد السويدي كان مراقب البرامج إذا كلت برامج الشعبية، أنا معي واحد اسمه يوسف سعد، أستاذ يوسف سعد عقب صار طبعا مدير مدرسة وترك، بس كان يمثل ممتاز وكان يقلد الصوت النسائي البحريني تمام مثل عبد العزيز النمش أم عليوي بطريقة، لكن المرأة رداحة تماما يعني. فيان محمد الجناحي قال بيكم تمثلون معنا في الإذاعة، قلنا حد اللي احنا في الإذاعة ما قد مثلنا، قال تعالوا أنا بعلمكم. ويا بن مسكين وخلنا الإذاعة علمونا شلون نوقف عند الميكروفون، شلون صوت يا بعيد، متى نعمل خطوات، متى نطق الباب، المهم وتدربنا معاه. وكنا نروح له في البيت، في بيت في الشعبية في أبوظبي، نروح له هناك وعلمنا شلون نكتب حتى النص الإذاعي، وبعد ما يكتبه ويعقب يطبعه رأس المطبعة قدامه تك تك تك. وكان يسوي عنده برنامج صبحكم الله بالخير. عقب قال شلون كله قدم بروحي صبحكم الله بالخير 5 دقائق ولا 10 دقائق، ليش ما نشاركون معك؟ قلت يلا نشارك وياك. فصارت البرنامج تمثيلي وصار أحلى. وكنا احنا نتكلم والله نحاول نتكلم باللهجة الإماراتية قدر المكان، لكن ما نصيدها يعني، نحاول إيه يبي له وقت يعني. فقالوا نبي يقدمون برنامج الأطفال، فقال لي عبد الله النويس الله يذكره أستاذ عبد الله النويس كان مدير تلفزيون أبو ظبي، يقول ليش ما تقدم برامج الأطفال؟ قلت هذا يعني ما قد قدمت برامج الأطفال، وبعدين وخفت برامج الأطفال والتلفزيون
بتقول لي إذا بتقول لي تعال مثلا في إذاعة ولا على مسرح ولا كمدرس حاضر لكم، لكن لكن التلفزيون أنا ما أعرف التلفزيون للحين ذيك الساعة ما أعرف، ما قاعد سوون يمكن مقابلات بسيطة لكن عادي يعني يلا عادي. لكن في واحد اسمه بحريني بعد في أبو ظبي في العلاقات العامة اسمه علي المحميد الله يذكره أستاذ علي المحميد، اللي يقول لي أنا أقدم برنامج مع الطلبة في تلفزيون أبو ظبي، أنا بسوي لك البرنامج. لا ما أعرف واحد أدوني بيله مو أي كلام، وما بأخذ التجربة وأفشل من أول مرة، أبي على الأقل على أسس بسيطة وعقب أبني نفسي. تذكرت أنه كان في واحد يسمونه بابا حطاب في تلفزيون أرامكو في السعودية يقدم برنامج الأطفال، وإحنا صغار كنا نشوفه. وأذكر في البحرين، شوف الترابط الاجتماعي اللي في البحرين شيء ما ينوصف. في الفريج يمكن في بيت والله بيتين عندهم تلفزيون، يخلونه في الحوش وكل أهل الفريج يتجمعون نسوان ويهال طبعا ريايلة ويقعدون يطلعون، وذلك بينامون يقومون يقولون احنا بننام ليه بتطلعون، طفوا التلفزيون وحطوا وفركلوا الباب، يعني حطوا الفركالة صكوا الباب من برا من فوق. شفت شوف شلون المحبة، ولا يتمللوا منك ولا شيء. فكنا نشوف كل أسبوع يحطون بابا حطام يلبس جبة وواجري وغيره، هو أصلا أعتقد سوري لكن عقب فار خذ الجنسية السعودية أعتقد. فبابا وحلو وتقديمه جميل جدا وطريقة العرض وفنان ورسام وغيره. قلت آه ليش ما أصير مثل بابا حطام، خلاه قلد في الأول وعقب ما أشوف شلون أنا أصير. اللي يقول لي الله يذكره بالخير عبد الله النووي سعادة، ما نبيك تقدم برنامج أطفال وتهلون حلو. يا أنا كنت حلو اللون. قال لي يعني شلون حد يمدح ربعه. اللي يقول لا نبي تركب لحية، أما تربي لحية لأن تعرف الإماراتيين يحبون اللحية، فأما تربي لحية ولا ما ربت لحية حط لحية تركيب وسوي لك العمامة هذه وتلبس الكندورة مات الإمارات والخيزرانة تحاول تمثل الجد الإماراتي. بنينا في البرنامج بطريقتي بطريق أدائي من غير تقليد، إلا أني رجل بيقدم برامج أطفال وهذه العيالي. ونفعني كأنا مدرس أعرف نفسي، وإحنا في المدرسين ما يطلعون كذي، ندرس علم نفس وتربية وكيف تتعامل مع الأطفال وكيف توصل المعلومة للطفل وشون تدور الأشياء المشوقة عشان توصل الطفل، التمثيل خلاه توصل الشغلة هاي زين، حبي للأطفال من يلسون عند التلفزيون. سلمت عليهم السلام عليكم، هذا السلام بي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لا ما سمعت السلام وعليكم، لين أخليهم نشيطين. أو أحيانا أقول قبل حتى السلام وسلام أقول حق المخرج أعطني 5 دقائق مع الأطفال وعقب افتح، لأن الأطفال يجين تلفزيون إضاءة وكاميرات وخوفين بالتلفزيون ومخويسين وما بتحكي ما بيتحجون، بعضهم ما بيقدرون يتكلمون لأن من الرهبة الموجودة، كبار ما يتكلمون. فأقوم أنا أسحب الطاقة السلبية منهم وأعطيهم إيجابية وأضحك معاهم وأدرش معاهم. اللي شفتم تكركرون مستاذين، قلت يا المخرج go ahead. واستمر البرنامج طبعا، وعقب صار نقل من التربية إلى الإعلام. إحنا 4 سنوات ونرجع البحرين، قالوا لا هالريال إحنا نبيه، حكم وقائد كشاف تلفزيون إذاعة مقدم مسرح هاي وين حصله، إيش رأيكم؟ قال حق وزارة التربية البحرين، قالوا خلوا عندكم، تعاون كان كبير بين البحرين وبالإمارات، خلوا عندكم وقت اللي ما يبي يجي وقت اللي أنتم تبونه. وتمت هناك 13 سنة ما شاء الله. هالمدة طويلة النقلة هاي لما انقلوني من مدرس إلى إعلامي مقدم برامج، يعني عاد مو كذي، أنا استفتحت نفسي عشان أرفع من قيمة هالبرامج ونوعيتها، لازم أنا أطور نفسي. أنا المدرس عنده غير السبورة والطبشور ويمكن رسم له وسيلة إيضاح أتكلم عليه شوية أو بس، لكن التلفزيون لا، والتلفزيون يتطور. هما طبعا لما انقلوني يبون يطوروني يعني الإعلام، فصار سنويا أروح أكثر من مرة ومرتين وثلاث أحيانا إلى دول أجنبية
بالأسبوعين ثلاثة أحيانا شهر خمسة أيام أشارك في المهرجانات هذه وفي المؤتمرات الخاصة بالبرامج التعليمية. تعلمت أشياء كثيرة، وكان برنامج في ذاك الوقت برنامجي مستمر، يعني أنا أقدم برنامج وأروح أسوي لي كم حلقة قدام وأروح أحضر هذا المؤتمر ولا شيء وعقب أرجع، لكن كل رجعة أجيب معاي شيء ونفذه في البرنامج اللي فعندي مجال. فكانت تمشي البرامج. عقب صار الاتحاد 71 وقصة، صار الاتحاد الحين وما أقول بس أنا أقدم حق أبوظبي سوي طلبون الإمارات الثانية باباي يخلينا. الأم الله يرحمها هي اللي كانت تسند وكانت تأخذ العيال توديهم المدارس وتجيبهم وغيره وغيره وتصل فيهم وتعال تقول لي أكو ترى عيالكم مرضانين سخونة ونحن نسجل هناك. أقول حق المخرج نأجل تصوير عقب يومين خلي أنا أروح أشوفهم، مو مرضين فيهم شيء، مرضين لأن الفراق البعد يعني أيهم كنا ما فيهم شيء ما شاء الله عليهم. ضحكوا واستانسوا وردينا افتح يا سمسم اللوحة اللي موجودة هناك اللي فيه افتح يا سمسم، هذا لك الجزء الثاني أنا موجود وياهم. دور صاحب المكتبة جاسم صاحب المكتبة يووني وانا في أبوظبي والمؤسسة الإنتاج البرامج المشتركة لدول الخليج، كنا بث أنا في الجزء الأول كنت أنا مشرف من أبوظبي أروح أحضر الاجتماعات مال افتح يا سمسم لما الجزء الأول إيه، ولما صار الجزء الثاني قالوا نبيك ممثل، فرحت فرح ما تتصور. افتح سمسم من البرامج التربوية الناجح الممتاز جدا اللي مع الأسف ما حاولنا نحن نحافظ عليها ونشد أزرها ونقويها عشان تنتج أحسن وأحسن. طبعا غير افتح سمسم هي مؤسسة عاملة أشياء كثيرة، سلامتك وغير سلامتك وأشياء تربوية والتاريخية والقومية والجغرافية كلها مسويتها، لكن افتح سمسم بالذات اللي هو سيسم ستريت واللي هو البرامج اللي صار الأمريكية، وفرحت واستانست من افتح سمسم 140 حلقة تقريبا من أروع ما يمكن. تبيت يمكن 14 في الكويت والعيال يكون هناك شوية تعليون الكويت شوية ويقول بحرين شوية وهكذا. عقب يبون ينتجون الجزء الثالث ورحنا وانتجنا الجزء الثالث افتح سمسم اللي ما عرض، صار بس الغزو والعراق وبارشوا حق الكويت كل شيء طبعا تباركه. بعد ما اشتغلنا عليه يعني خلصنا تقريبا، قال لي قلت شو عليكم خدت فلوسكم؟ قلت ليش الفلوس هي مو بكل شيء، احنا نذكر ايش كثر عطونا حق هاي المسلسل والله هذا العمل، نذكر العمل كان موجود للحين وتاثيره على الناس. ايان وياكم اقول حق تفكرون في الماده اكثر من تفكرون في اللي بتعطونا. واستمرنا في ابو ظبي ومع مسلسل الشحفان الحلو دور بطبر وغيره، وعشت حياه الحقيقه سعيده في الامارات، كانت احلى ايام حياتي في الامارات الحقيقه. وعقب حنيت حق البحرين والاهل واهلها وفرجانها ودواعيسها وشمت العبق اللي فيها. مرحله التسعينات هاي كانت مرحله طفولتي، انا كنت من متابعين البرنامج. اي اذكر مره انا درست في الحد بعد الاعداديه. نعم. فكنا ننطرك كل يوم الصبح توصل ولدك. اي عشان نسلم عليك. اي عليكم. الله يسلم. الحمد لله رب العالمين. كيف تقيم ردود افعال الاطفال مع مسيرتك خصوصا هني في البحرين؟ لان احنا انا يمكن من الجيل اللي كنت شاهد على التاثير الكبير. صح. شوف مقدم الاطفال الناجح واللي واثق من نفسه وعارف شو يقدم وش يسوي طال الزمن او قصر. الجيل جيل السبعينات والثمانينات كانت في الإمارات، ولي الحين يذكروني بالخير، ولي الحين بابا ياسين، ولي الحين يتصلون فيني وفي كل شيء. ولما جيت البحرين وأنا عارف إنه ما عندنا كان برامج أطفال ناجح، كان برامج اجتهادات، لكن ما في ماما ولا بابا. فلما جيت البحرين مسكت برامج الأطفال بنفس الطريقة وبنفس الإحساس، ويايب معاي تجربة، مو يايب أتعلم في تلفزيون البحرين، لا هي عندي تجربة أبي أقدم شيء حق ديرتي اللي علمتني واللي تربيت فيها. حرصت أن أرجع عقب 13 سنة وأقدم برامج وأفيد ديرتي والحمد لله رب العالمين، والله يعطينا أحسن نيتنا. ويت فعلا قدمت برامج الأطفال واستمرت البرامج الأطفال إلي أن تقعت في 2002. طبعا اليوم اللي تخرجت
ويوم اللي تزوجت ويوم اللي الله عطاني هالعيال كل واحد منهم حلو ما شاء الله الله يبارك والحمد لله رب العالمين كل أشياء أنا متفائل دائما خير ودائما إيجابي. شوف من المواقف الكوميدية كنا نصور مسلسل شحفان في تلفزيون أبو ظبي وكان عندنا مشهد مع الله يرحمه محمد الجناحي والله يرحمه سلطان اسمه لو شحفان والمشهد هذه فيه وانتم مكرمة حمار وكل من ينع النقطة معينة نفقع من الضحك. كان مشرف على العمل صقر رشود الله يرحمه صقر رشود كويتي بس كان يفترة فترة إلى أبو ظبي وصار مشرف على المسرح في أبو ظبي لفترة فكان مشرف على افتح على شحفان فيعني هذه يستضحك 10-15 عيزنا وإحنا نضحك كل مرة نعيده وهذه طبعا هاي ما سهل عمي ورحنا للبيت وإحنا نضحك وصلنا حتى ما تسحرنا كان صور في رمضان حتى ما تسحرنا نضحك وتقول لي زوجي ايش فيك وانت منبطح وكله تفزز تفزز الحين من الضحك اللي صوت لك. في مواقف طبعا كثيرة وخاصة مع الأطفال وغيره بس أنا بس المواقف الحزينة طبعا كثيرة بعد أنت بشر موجود في الحياة والله سبحانه وتعالى يعني مو كله يعطيك الأشياء بعد زينة بعد يأخذ منك أشياء بعد زينة عندك لكن أنت وهني يتوقف على إيمانك أنت المؤمن يعني المؤمن يعني ومن الصدق مصيبة تقول الله تذكر الآية الكريمة وبشر الصابرين الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لما تذكر هذا الشيء طبعا أنت بتحزن تبكي وغيره فقدان الأبو فقدان الأم الوالدين هذا شيء كبير فقدان زوجتي مؤخرا أثر فيني تأثير كبير لأن الحمد لله الناس الطيبين اللي حواليني والعيال الثمرة هذه اللي تربيتهم التربية الصحيحة واللي هي ربتهم التربية الصحيحة القوية وقفوا معاي ذيك الوقفة القوية إيماني بالله سبحانه وتعالى ودائما الآية هذه وبشر الصابرين بشر هاي فرح بشر الصابرين الذي أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون هذه عليهم صلوات من رب العالمين يعني شيء حلو على صبرك بشوف أشياء زين مستقبلا بتقول الله إي والله وعد الله سبحانه وتعالى وهذه الحياة نعيش نموت قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مجاسب المال يعني أشياء الحزن والكدر وأهل حاربوه وطردوه من ديرت من مكة وضربوه وعيال ماتوا وزوجته ماتت الأم يعني هاي قدوتنا أصلا صبر وعلمنا على الصبر فلذلك لازم نصبر هاي شيء طبيعي في الحياة على الإنسان بس إنه هو يقوي نفسه يقوي إيمانه بالله ويستمر في الحياة ليأس كون إيجابي وخليك استمر على الخط اللي أنت ماشي فيه صح والله سبحانه وتعالى يبارك لك.